وطنيا المقبل من الساعات بإذن الله سيحمل تساقطات مطرية وأخرى ثلجية وفق توقعات مديرية الأرصاد الجوية. تساقطات ثلجية منتظرة بالأطلسين الكبير والمتوسط مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستهوي درجات الحرارة إلى درجة مئوية بمرتفعات الأطلس والسفوح الشرقية. نفصل أكثر في هذه المناطق مع حسين يعبد عن الأرصاد الجوية. أهلا بك سي حسين يعبد. أهلا بكم. إذن تساقطات ثلجية منتظرة، إمتى غتكون هذه التساقطات الثلجية؟ شنو هي المناطق المعنية بهذا الثلوج؟ فعلا الاجواء الممطره تعود الحمد خلال اليوم ويوم غد بحول الله، نتيجه لتاثر المغرب بمنخفض جوي والذي يتواجد بجنوب اوروبا، وبالتالي يوجه نحو بلادنا كتل هوائيه بارده، وبالتالي ستكون امطار ستهم خصوصا المناطق الشماليه للبلاد، مرتفعات الاطلس، مناطق الغرب، الريف، كذلك حتى بعض المناطق الشرقية للبلاد. وسيكون هذا الاضطراب الجوي كذلك مصحوب بتساقطات ثلجية اللي غتكون مهمة خصوصا بمرتفعات الأطلس سواء الكبير المتوسط اللي كتعدى 1200 متر، خصوصا المناطق ديال إفران، بولمان، صفروخ، نفرا، تنغير، المناطق ديال زيلال، تازة، بني ملال، حوز وميدلت، كلها متوقع فيها تساقطات ثلجيه بين تقريبا 20 حتى نقولوا 40 سنتيمتر ديال الثلوج خلال الليله المقبله ويوم غد بحول الله، كذلك مع انخفاض في درجه الحراره، هذا مع تسجيل بعض الرياح القويه كذلك اللي غادي تهم خصوصا الوجه المتوسطيه، مناطق ديال الاطلس، شرق وجنوب شرق البلاد، حتى يوم غد بحول الله غتكون ريح قويه بالمناطق الوسطى وكذلك الجنوبيه للبلاد. وسيستمر يعني الطقس المتطرف بحول يوم غد بحول الله مع اجواء بارده لان هذه الكتل الهوائيه بارده، وبالتالي غادي تزيد في انخفاض في درجه الحراره، وكذلك بعد التساقطات الثلجيه يوم غد بحول الله بالمرتفعات وبقايا الامطار في المناطق الشماليه والشرقيه للبلاد. اذا تساقطات ثلجيه الحمد لله منتظره في بعض المرتفعات كما قلتم، حتى درجات الحراره غادا تنخفض. ما هي المناطق المعنيه بهذا الانخفاض في درجات الحراره وشحال غتوصل درجات الحراره سي عبد؟ درجه الحراره غادي تعرف خصوصا انخفاض ابتداء من الليله القادمه ويوم كذلك يوم صباح الاربعاء في السهول الداخليه للبلاد، يعني تقريبا مناطق ديال الاطلس الكبير المتوسط، السهول المجاوره ديالها، الهضاب العليا ديال شرق البلاد، المرتفعات ديال الريف، كلها غادي تكون فيها درجه حراره منخفضه، اولا لان كان غتكون تساقطات ثلجيه وبالتالي غادي تجعل درجه الحراره منخفضه، وكذلك حتى البقايا ديال الكتل الهوائيه البارده اللي جات مع هذا الاضطراب الجوي اللي غتجعل ان درجه الحراره منخفضه. واش غداخل الشتاء في مناطق اخرى في القادم من الايام سي عبد؟ بالنسبه ليوم ابتداء من يوم الاربعاء حتى اليوم الجمعه يعني اجواء غتكون غادي تستقر، اللهم في نهايه الاسبوع تقدر تكون هناك اقصى شمال البلاد تهم بعد الامطار بحول الله، في انتظار ذلك نتمنى ان شاء الله نستفدوا من هذه التساقطات المطريه وكذلك الثلجيه. والله يرحمنا، شكرا لكم سي حسين يعابد، كنتم معنا عبر سكايب من مديريه الارصاد الجويه.